الو الو، السلام عليكم. الو الو السلام. بيدرو، Oui, bonsoir. كومون vas-tu؟ Ça va très bien, On très va bien, essayer de très parler bien. un petit peu arabe dans la mesure du possible pour que la plupart Sans des aucune supporters manière. qui suivent la renaissance de Berkane et le football marocain nous suivent, essaient de nous suivre et de nous comprendre. بيدرو، كيفاش عايش المباراة غدا؟ واش بالنسبة ليك الفرق اللي كاين حاليا على الورق، لا ديفيرونس دو نيفو سور لو بابيي كي اكزيستونت الاهلي والنهضة البركانية غدا، ما واش عليها لاعب باش تطلع المورال ديال اللاعبين ديالك وتفعهم للتألق غدا؟ هذه سي فينال، لا فينال يا با ديفيرونس. لا فينال كتلعب كتربح ما كتلعبش، 11 كونتر 11. عندنا كيف كيف شنو السميه اللي قلتنا، عندنا نهضة الثانية عندها دي تخي تخي بون جوار رجال اللي فون سورتيغ سو دو تيران دوني ابسولومون تو سكي. هذا هو المهم. واش هذا معناه ان غدا نشوفوا الفريق المجرب ليكيب اكسبيريمونتي افيك تو لي جوور اكسبيريمونتي، ولا Ah, سا فو ريان دير، سي لا فورم دو مومون كي فا بريمي؟ Inch'Allah, parce que, Inch'Allah, parce que jusqu'à maintenant, ma quand j'en ai l'équipe complète, aucun match n'a le dîner. Il y avait toujours des blessés, il y avait toujours des gens fatigués. Vous avez, alhamdoulilah, tout le monde est préparé. Bah, je suis sûr que l'équipe est une halle de la fin. واش تحس باللعيبيه سي بيدرو، واش تحس بهم تايقين تايقين بان يقدروا يغلبوا نادي الاهلي غدا؟ واش عطيهم امثله بفرق اللي ما كانش واحد تعطيها تربح وربحات وتالقات في النهايات؟ وتنظن اول مثال يمكن لك تبدا به انت كاسباني هو مثال فيلاريال البارح مع مانشستر يونايتد. نعم بيدرو، فقط يعني بالنسبه يعني كاينين اللاعبين اللي هما مجربين، اللاعبين اللي سبق لهم لعبوا نهايات اللي ربما غدا ان شاء الله يقدروا يقدموا الفارق. بالنسبه يعني اول حاجه كنتمنى واحد الموفق نهضه بركانيه هو ممثل ديال المغرب، ونبغيو نعرفوا فقط يعني كيفاش مرات الاجواء في هذا، يعني خصوصا انه الاحتياطات كلها كاينه يعني في قطر، يعني كاين العزله، كاين يعني عدم المخالطه، يعني الاجواء كيفاش كتمر في المجموعه باش رساله هذه تكون للجمهور يعني البركاني. Les joueurs ils sont totalement concentrés, totalement dans le directement à l'entraînement car je joue, on a des championnats, des vidéos, des couches, matchs à l'entraînement. Le jeu, il n'y a pas d'excuses. On est موجودين و inchallah, le ras عالي للمغاربة و spécial. اذا على حسب الشيء ديالك غدا نتفرجوا بحماس وانتظروا التالق وانتظروا كاس جديده للكره المغربيه. اسمح لي ما سمعتش مزيان. غدا ان شاء الله نتفرجوا كلنا بحماس وانتظروا كاس جديده للكره المغربيه ان شاء الله، باش كنتمناو الجميع. نعم ما نطولوش على السي بيدرو، عارفين الالتزامات، وكنشكرك بزاف على هذا الوقت اللي عطيتينا. كان يعني وقت ماخوذ ما بين يعني واحد البروغرام برو شارجي. حظ موفق، و يعني جميع الجماهير المغربيه وراء النهضه البركانيه ان شاء الله من اجل تحقيق الفوز. شكرا لك بيدرو. شكرا، نشكر كل الجميع وان شاء الله نخلي كل شيء فخور ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. دونك بيدرو تيبان عليه متكونسونطري، انا عجبني الهضره ديالو في طريقه الهضره ديالو، بغاش يخرج كاع على هذا كونسونطري بزاف على المباراه. عنده الحق، لان الا ما كانش المدرب تايق هو في المجموعه تي 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 مرق داك الثقه ديالو بنفس اللاعبين. تنظن ما كانش تايق، تنظن بان اي واحد يلعب نهايه تيحلم باش يفوز بها. اكيد، والفرق بين الحلم والحقيقه في كره القدم ماشي بعيد. على بالك كان غدا كان لعبها في الباسكت مع الاهلي نقول لك كان خاسره، لعبها الاتليتيزم نقول لك كان خاسره. الفوت لا، الفوت بركان يمكن لا غراس على بحال تنقول لك دائما على كونسنتراسيون ايموسيونيل اللي جعلتها تفوز ضد البيراميدز في نوفمبر اللي فات. هذيك لا كونسنتراسيون
داك لينيرجي ايموسيونيل اللي يمكن غدا تعطيها القوه اللازمه باش تفوز على الاهلي. والناس اللي تيجزموا راه عارفين حتى حاجه في كره القدم بكل صراحه. اكيدا. والدليل على ان في كاس العرش المغربيه صح الفايقس الثاني فاز في كاس العرش على فايقس الاول. في كاس العرش دائما في المغربيه ولا العالميه يجبر فريق حتى واحد ما عطيه نسبه ديال الفوز يفوز في المباراه. نعم. نهايه غدا خصوصا الى فريق نادي الاهلي ما خداش المباراه بالجديه راه بسهوله يمكن بركان تربح. لان الديسكور داير فعلا مسرع على اساس انه نهضوش بركان يحتل الصف كذا نقاط كذا مجموعه مزيان مزيان. دابا بركان غدا الى شفنا التشكيله دخل بها و 90% غتجبر بان التشكيله ديال العام الاول كلها غتدخل. لان انا متاكد تعرف بيدرو بن علي بان غدا يلعب على التجربه اكثر من على الجاهزيه. لان التجربه مهمه في المباراه بزاف بحال المباراه بحال تلعب ياجور ياجور خصو بيت باش يفوت الخطيب. نعم دونك ما يمكنش ياجور غدا يدوز اكوتي سون ماتش. نعم. علما ان باش يعود يلعب كاس افريقيا سي با ايفيدون مع بركة العام الجاي. نعم دونك غدا هو لا شونس ديالو باش يماركي البيت خصوصا ان ياجور في المباراه الاخيره ديال السوبر كوب ما لعبش. نعم مع الرجاء ضد بقى في الحال بقيت كنت عايش تنظن كنت تما انا في الدوحه كان عاش عدم اشراكه في المباراه يعني كثير من الحسره كثير من الحسره. دونك ياجو عنده الدوبل ريفونش عنده لا ريفونش على المكتب المسير اللي وقفوا واحد شويه وعطاه 30 مليون ديال الغرامه ودا يبين له بانه لاعب محترف. وعنده ريفونش على الجمهور البركاني اللي احتج عليه. وعنده ريفونش على القدر اللي ما جالوش يلعب سوبر كوب اللي داز مع الرجاء. نعم خاصنا شويه لا ريوسيت اسامه حيت مهمه بحال هذا نبدا بيان سو حيت كدير كل شيء وكيبقى محتاج شويه التوفيق باش انك يعني نشي فقط بان المنتخب المغربي ضاف الهدف الثاني ومنتصر حاليا على البحرين 2-0. المنتخب المغربي سي تان بليزير بكل صراحه برافو على الذكي كيفاش. نعم كاين يعني في يعني ملي كتابعوا كتلقى انه لاعبين باش انهم يحققوا النتائج باش يحققوا النتائج فوالا لاعبين باش يحققوا النتائج